السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن 5 خضروات بيساهموا في انتاجية بيض عالية جدا جدا جدا. الخمسة دول من أقوى الخضروات اللي متواجدة في السوق وبأسعار زهيدة، يعني أسعار قليلة جدا تقدر حضرتك تفيد الطيور وتزود الإنتاج وتستفيد بالإنتاج الزيادة من غير ما تصرف فلوس كتير، لأن العبرة كلها في عملية تربية الطيور إن أنت تاخد أقصى إفادة من الطيور بتاعتك بأقل صرف وأقل أسعار. تمام؟ بالطريقة دي تقدر تنجح المشروع او تحس انك بتستفيد من الطيور بتاعتك اللي بتربيها في البيت بتاعك. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والبأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نشاور على حاجة مهمة جدا، الا وان الخضروات دي اللي احنا جايين نتكلم عنها تقريبا بنتكلم عنها لأول مرة، بعضها بنتكلم عنها لأول مرة وبعضها اتكلمنا عنها قبل كده، لكن هنفصل فيها حاجات جديدة. أول خضار معانا هو الخس. الخس من الخضروات الرخيصة جدا اللي تقدر حضرتك تتحصل عليها بأسعار قليلة، وفي نفس الوقت تأثيرها على الطيور من جانب الخصوبة ومن جانب الصحة ومن جانب المناعة تأثير كبير جدا جدا جدا، لدرجة انه حتى في الاستخدامات البشرية الخس بيعزز خصوبة الذكور وبيستخدم لزيادة الخصوبة بشكل عام. بالنسبة للطيور بقى، الخس من اقوى الخضروات اللي مليانة بزيوت، زيوت معينة كده بتعزز خصوبة الفراخ، سواء ذكور اللي هي الديوك يعني او اناث اللي هي الفراخ البياضة. تمام؟ فالزيوت اللي موجودة في الخس قوية جدا في تأثيرها بالنسبة لصحة الطائر ومناعة الطائر كمان، وبالنسبة كمان للهضم بتاع الطائر. تأثير كبير جدا لهذا النبات السحري اللي تقدر تقول عليه سحري بمنتهى البساطة. لكن طبعا الخس مش هتعرف تتحصل عليه بكميات كبيرة مشبعة، يعني لو لقيت تاجر كده بيبيع الخس بكميات كبيرة وجملة مثلا وتقدر تجيب منه كميات كبيرة علشان تشبع الطيور، اعمل ده. انما هو من الخضروات اللي شوية ما تقدرش تقدمها للطائر بكميات مشبعة، لكن تقدر تقدمها للطائر بكميات مكملة بس مش قليلة، يعني مش مكمل غذائي زي الدواء بجرامات وكده، ولكن تقدم للطائر كميات منه متوسطة ما تأثرش عندك فيه المصاريف بتاعتك، يعني كميات معقولة، وفي نفس الوقت تأدي التأثير الكبير المرجو من الطائر او اللي انت مستنيه هتاخده من الطائر. فبمنتهى البساطة حضرتك تعمل ايه؟ حضرتك تروح تجيب كمية متوسطة من الخس وتقدمها للطائر مقطعة في النهار بجانب وجبة الخضروات او بدلا منها لو كمية كبيرة. تمام؟ هتاخد فايدة كبيرة جدا من حيث انتاجية البيض. هنروح بعد كده لخضار مهم جدا وهو الجزر. الجزر من الخضروات القوية جدا اللي لونها مش اخضر، لكن هو من الخضروات اللي فيها تأثير كل الخضروات اللي لونها اخضر عادي خالص، يعني مش علشان خاطر هو اصفر مثلا مش هيساهم في الهضم، لا خالص، هو هيساهم في الهضم، هيساهم في تعزيز المناعة، هيساهم في تعزيز الخصوبة، هيساهم في زيادة انتاج البيض، لانه مليان بالفيتامينات المختلفة اللي بتساهم في عمليات حيوية مختلفة، سواء العملية الحيوية دي تتعلق بانتاج البيض او تكوين البيضة او صحة الطائر، خصوبة الطائر، الدورة الدموية بتاعة الطائر، عمليات الهضم او العمليات بتاعة الدم والجهاز التنفسي، وكل التفاصيل دي الجزر بيساهم فيها بشكل كبير وبيساعد الطائر ان هو يزود انتاج البيض من غير ما يضغط على اجهزته الحيوية التانية والعمليات الحيوية التانية المتواجدة في جسد الطائر. تعال نروح للخضار الثالث معانا وهو الطماطم. معروف دايما الطماطم مليانة بالاملاح، الاملاح المعدنية المختلفة، يعني املاح غير ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، في املاح
معدنية مختلفة داخل الطماطم، تأثيرها على صحة الطائر وإنتاجية الطائر لا يعادل تأثير في كل الخضروات التانية. أملاح اللي موجودة في الطماطم تمام من الأملاح النادرة اللي تقدر تتحصل عليها، مثلا لما تروح تقدم حاجة زي المانجا أو تقدم حاجة زي الليمون، لكن تحديدا الطماطم الأملاح اللي فيها بالنسبة لسعرها هتكون أملاح موفرة جدا، وتأثيرها على الإنتاجية تأثير كبير، تأثير ضخم، تأثير واضح. فحضرتك تعمل إيه؟ تقدم هذا النبات كمكمل. ده بقى كمكمل، يمكن الجزر اللي قبله ممكن تجيبه كميات كبيرة لو جبته رخيص مثلا وتبقى كمية مشبعة، الخاص كمية متوسطة، إنما الطماطم هنا أنت بتقدمها كمكمل لأنها غالية ولأن الطائر مش محتاج منها كتير. الطائر ليس بحاجة إلى تقديم كمية كبيرة من نبات زي إيه؟ زي اللي إحنا قلنا عليه اللي هو الطماطم، تمام؟ الطماطم تقدم منها كميات متوسطة، ودي تالت أكلة معانا. تعال نروح للأكلة الرابعة وهي البرسيم. البرسيم معروف طبعاً وتحدثنا عنه كثيراً قبل كده، نبات سحري تقدر تقدم منه كميات كبيرة مشبعة، تقدر تقدم منه كميات توفر معاك بشكل كبير، متواجد في الأسواق، الرابطة تقدر تتحصل عليها دلوقتي بأقل من 5 جنيه، رابطة كبيرة وضخمة، ولو بخمسة جنيه فهي رابطة ضخمة ممكن تكفي معاك أسبوع لو أنت عندك عدد قليل من الطيور، تمام؟ بتقدمه كميات مشبعة بالنهار كل يوم، مليان بالفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بتساهم في زيادة إنتاج البيض بشكل مباشر. إنما لو هنأتي للقمة وأفضل خضار أو أفضل نبات تمام في الأسواق تقدر تعتمد عليه في زيادة إنتاج البيض وفي نفس الوقت رخيص، هو أوراق الكرنب الخضراء. أوراق الكرنب اللي بتبقى واقعة على الأرض دي وبتتساب من البياع، أنت تتفق معاه إن أوراق الكرنب دي كلها حضرتك هتجمعها في شوال وتاخدها بقى بخمسة جنيه بعشرة جنيه أيا كان، هتستفيد بها استفادة كبيرة جدا في زيادة إنتاج البيض. هو أقوى الخضروات بشكل عام، بشكل عام بالنسبة للقيمة مقابل السعر، فأنت بتاخد أقوى الخضروات اللي هتساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج البيض وزيادة الخصوبة وفيتامينات وأملاح معدنية مختلفة ترفع المناعة وبتعزز جسم الطائر بشكل أو بآخر. فمهم جدا أن أنت تستخدمها، ومهم جدا أن أنت تستفيد بهذا النبات أو هذه النبتة السحرية اللي احنا اتكلمنا عنهم. كلهم دول متوفرين وتقدر تعتمد على أي واحد فيهم، بس أنا أنصح دايما بالتنوع وأنك تجرب كل فترة حاجة مختلفة. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والبأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.